تعالوا مع بعض نعمل دلوقتي طبق سلطة، سلطة الجرجير بدبس الرمان. هتاخد طماطم وتاخد بصل، تفاصيلها صغيرة ولكن أطفالنا وبعض أفراد الأسرة مش بيحب يأكل الجرجير بما فيه طبعا حموضة شوية. تعالوا نشوف هنعمله مع بعض إزاي بتفاصيله الصغيرة. حلوة جرجير معانا في المقادير، ومعانا بصل، ومعانا طماطم أنا مقطعها وجاهزة عشان ما ناخدش وقت كبير. تعالوا نعملها مع بعض سريعا واحنا مع بعض شغالين كده. حلو، ونجيب طبق التقديم مع بعض. اللهم صل على النبي. ده الجرجير، يفضل يا اختي يا امي يا ست الكل يا اللي بتتابعيني انك الجرجير ده يتغسل طبعا قبل التقطيع مش بعد التقطيع. معانا بصل، ومعانا طماطم في المقادير، معانا شويه سماق، معانا دبس الرمان. هننزل بدبس الرمان اول حاجه على البصله اللي احنا قطعناها اهي. دي سلطه بطعم جديد خالص، انا شخصيا السلطه دي لو قدامي مش هاكل حاجه غيرها. ده دبس الرمان على البصلايه. حلو، بننزل على البصلايه مع دبس الرمان فص توم محترم كده، شويه الملح الحلوين، كل ده على البصلايه قبل كل حاجه. زيت الزيتون على البصلايه، ادلع على البصلايه عشان البصلايه هي سر الطعم. حلو الكلام. عصره ليمون معانا على البصلايه، شويه الملح حطيتهم زي الفل. امسك البصلايه دي بايديا كده، بص بقى الحلاوه، بص الجمال، هو ده حضرت البصلايه اهي بالبهريز بتاعها ده كده اهو اهو. الله، اهو اهو. حلو كده البصلايه جاهزه. ناخد الطماطم ننزل بقى هنا كده. حلوه الطماطم تتقطع كده مكعبات، المصطلح الطهوي بيها او المصطلح المطبخ بيها كريهات يعني مكعبات اهو. نمسك البلانشه كده نروقها، وناخد الجرجير بتاعنا اللي هو سيد الموقف. نعم يا غالي، ممكن خرجنا الجميل بيقول لي ممكن بدل الجرجير خس، ممكن الجرجير طبعا يفضل من خير ارضنا، بيتجاب من عند الراجل بتاع الخضار الطيب. لازم ما تكونش الورقه بتاعتنا مخرمه وتكون ورقه خضراء ولطيفه زي الفل. وانصحك تشتري الجرجير الصغير مش الكبير، ويتغسل قبل التقطيع مش بعد التقطيع. تحطيه تحت سكينه كبيره كده ونقطعه بالشكل ده كده. اه بسم الله الرحمن الرحيم. اه شفت التقطيعه دي كده؟ اه السكينه تنزل لوحدها كده. ايه ايه الحلاوه دي؟ ايه هي التقطيعه دي؟ جهزي ده طبعا وحطيه في الثلاجه، اللي هي الخلطه بتاعت البصله مع الطماطم زي ما شفناها مع بعض. جوزك اتصل عليك وقال لك انا جاي في الطريق، جهز الاكل، جهز الغداء، ولادك، ضيوفك. يفضل طبعا الخضروات الورقيه، ان احنا ما نحطش الصلصه او البهريز او الصوص بتاع السلطه عليها الا وقت التقديم. ده الجرجير بتاعنا الجميل اهو. الله، خلوهم في الثلاجه لغايه وقت التقديم مباشره. قبل وقت التقديم بثلاث دقائق تبداي تحط كل حاجه على بعضيها. حلو الكلام. هنعمل ايه يا عم الشيف؟ ناخد الخلطه اللطيفه دي كده اللي موجوده عندنا ونقلبها. طماطم مع بصل، الجرجير على الشاشه بيتكلم مصر على فكره يا اخوانا. والله العظيم انا لفيت العالم كله بفضل الله سبحانه وتعالى، يعني التاريخ بتاعي لا شفت بصل اخضر للامانه والله العظيم، وانا بقول الكلام ده والكل يعلم جيدا، لا شفت بصل اخضر ولا جرجير ولا خس بلدي ولا مانجا فيك يا بقعة من الأرض غير في طعم مصر وأرض مصر بالأمانة والله العظيم. لا المانجا دول أنا بتكلم، ولا الجرجير ولا البصل الأخضر. دي من الحاجات بما إن أنا يعني الشيف والحاجة اللي تخصني يعني، إلا في حاجات كتيرة طبعًا. حلو الكلام؟ أه. هنعمل إيه يا عم الشيف؟ نغرف السلطة دي إزاي وإحنا مع بعض؟ تفاصيل صغيرة. أه طبق زي ده كده، اللهم صل على النبي، تعالى يا حلو. حط الطبق ده كده هنا. الله،
وناخد الجرجير اللي احنا قطعناه ده كده. حلو قوي. وناخد شويه بهريز من دول كده. السلطه دي لازم تعمليها لاولادك النهارده. تعمليها لضيوفك. قولي لهم اتعلمتها من الشيف المغازي بتابعه على القناه الاولى. وناخد كده الجرجير ده كده اهو. شفت الشقاوه دي كده؟ يلا حلو اهو. ننزل ببقيه الصلصه بتاعتي الجميله. اللهم صل على النبي. سلطه لها طعم تاني ولها شكل تاني، وهي العمود الفقري للسفره بتاعتي بما فيها من محتوى غذائي. We'll be right back.